ورحمة الله وبركاته. أهلا إخواتي في الله، معكم محمد عيسى من أول حلقة من حلقات التقديم للكليات الفنية والعسكرية اللي هي الكليات العسكرية والمعاهد الفنية العسكرية. طبعا نسيت من يومين على خبر إن الفريق أول محمد زكي المصدق عن قبوله الدفعة الجديدة للقوات المسلحة 2021. طبعا فنية من 92، حربية 70%، طب عسكري 96%، دفاع جوي 85، جوية 65. طبعا ده كله معروف وهتلاقوه في لينك في الديسكريبشن في المواصفات المطلوبة لده كله. التسجيل في لينك بتسجل مع الموقع الالكتروني عشان الكورونا وكده، بتسجل مع الموقع الالكتروني، هسيبه اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت من على مدونة تخش تشوفه من عليه. وبعد ذلك بتخش تسجل بياناتك، بيديك ورقة وبعد كده بتقدر طباعة النموذج، طبع كنبه، ما طبعش، بتاخدها سكرين شوت وتقصقصها شكل ما انت عايز، وبعد كده بتروح تصورها من اي مكتبه، وبتروح بها، انت بتروح بها اول يوم بس ما بتستخدمهاش تاني. بعد كده بتاخد كارت التردد من الملف اللي هتستلمه اول يوم، وده اللي بتخش بيه بعد كده، ما فيش اي حاجه تاني، ولا واحد يقول لك لازم تروح تاخدها بي دي اف ولا الكلام ده، ما فيش الكلام ده نهائي. بالنسبه بقى لاول يوم، اول يوم ده بيبقى عباره عن سحب ملف، فاليوم ده واختبار سمات فقط لا غير. انت بتوصل الكليه الساعه 4 عند بواب 4، الساعه 4 4 ونص براحتك، بس يستحسن 4 عشان تعرف تقف في الطابور كويس. الطابور ده بيبقى طابور طويل جدا، انت لازم تقف جنب الجدار، ما تتحركش، لان المدرعه بتيجي، الشرطه العسكريه بتيجي، لازم بتشيلك اي حد بعيد عن الجدار بتمشيه، لازم تبقى جنب الجدار. بعد كده لازم تبقى رايح معاك ثلاث حاجات، كمامه دي اول حاجه، الورقه اللي انت طبعتها، وبعد كده ثمن الملف والبطاقه، وثمن الملف ده اساسي، البطاقه. بتخش بتتفتش، تسلم الامانات لو معاك امانات، وبعد كده بتتفتش، وبعد ما بتتفتش بتخش بتقعد في مكان علم رياضه، المعلوم، ادبي، متخصصين، وبعد كده بتقعد نص ساعه ربع ساعه على شكل ما هم عايزين بدماغهم هم، بعد كده ادخلك مكان تاني، هتقعدوا في المكان تاني بالترتيب بقى، علم الرياضه هنا، المعلوم، ادبي، متخصصين، بعد كده بيبقى فيه اربع خانات، الخانه الاولى هتقف فيها علم الرياضه وهاخد خمسه بخمسه منها، والخانه الثانيه علم المعلوم، والخانه الثالثه ادبي، والخانه الرابعه متخصصين. بتخشوا بالدور كده، كل واحد يخش وبياخد خمسة بخمسة او ستة بستة، بعد كده بيخشوا يقف على الميزان، تدي له الفلوس، الفلوس لو 350 تمن الملف يبقى 350 او 200 و150، لو 400 400 او 200، ما بياخدش فكة وهيرجعك. بعد كده بتخش تدي الفلوس، وبيقوم رايح طبع لك ميزانك، انت بتقف على الميزان، بيجي له على الكمبيوتر يطبعه لك على الملف. طبعا الميزان ده مش مهم قوي، لان انت هتوزن تاني في اول يوم طبي، فمبقاش عليه رق جامد يعني، بيعتمد اول يوم طبي. وبعد كده بتخش تمشي كده، بتروح تقعد في مكان تحت مظله، بيجي لك ضابط يشرح لك كل اللي بيحصل في اليوم، كل اللي بيحصل في الملف قصدي، بيشرحك من الاول لاخر، سيبك من الموجود، هو يقول لك المتطلبات المطلوبه بجد، سيبك من الباقي. بعد كده بتمشي مع العسكري، بيوديك تمتحن اختبار السمات. اختبار السمات ده اسهل الاختبارات، 10 دقايق 50 سؤال او على ما اتذكر 40 سؤال، ما في الحدود دي يعني. انت بتمتحن، بتخش بياخد 50 ب50 من المجموعه اللي انت فيها، بتخلص 10 دقايق وبتخرج، بتمشي مع العسكري بيخرجك لحد البوابه. خلال 48 ساعه من سحبك للملف لازم تخش على موقع تاني، ترجع تسجل بياناتك عشان تاخد رقم الكود بتاعك. رقم الكود ده بقى اللي بتكتبه على كارت التردد، هتلاقي كارت ابيض كده مكتوب عليه بطاقه التردد في الملف، تكتب عليه اسمك وسنه المؤهل والمجموع، وبتكتب عليه الكلام ده، هتلاقي البيانات موجود، هو ده اللي بتخش بيه بعد كده، ارمي بقى الورق اللي معاك اللي فات ده كله، بعد كده بتخش بيه، وده كده يبقى اول يوم خلص بكل حاجه. الرساله بعد كده بتاعه الطب بتجيلك خلال 12 15 يوم، في ناس بتجيلها على 4، في ناس بتجيلها على 7، في الحدود دي، في ناس بتطول معاها لحد 20 يوم. بعد ما بتجيلك بتروح طبعا الطبي. لو حسيت انك استفدت من الفيديو اعمل اشتراك في القناه عشان يجيلك الطبي ويجيلك تفاصيل عن الايام اللي جايه، واعمل شير للناس اللي هي عايزه تقدم في حربيه وكده. سلام. We'll be right back.